موجودين في سوق حيفا توما. نحكيو شويه توا على قفه المواطن شحواله هون. قفه المواطن صاحبي غاليه كاسحه زاده. والمواطن مكتوبه فرغ ديجا ميابه تشوف الدور يجيب قفته ميقضي شيء ويروح من الغلو. اللي قبلك يقول لك نجي معي 20,000 ندور نروح من غيرك ال 20,000 لي نوصل نفركس روحي يقول لك طيح 20,000 ما تفطرش. يبدا عنده عائله ما تم فطور في طنجره محترمه مش طيب عجه يا صاحبي يا عجه يمشي ياخذ يبدا 20,000 طيب عجه وان شاء الله يسلك اهو. شو يا عم رقم قناوية بالحمى كي نعم انا والحمى تاعك عليه ب 50,000 55,000 ب 45,000 الباقي كيلو هو مشيخو بدينار بدينار يا صاحبي 10,000 تقعد له 10,000 يا 10,000 باش تجيب له 10,000 باش تجيب له يبدو عنده اربعه في العائله 10,000 باش تجيب له 200 جرام قول لي تا قلت لي انت 20 دينار ما تعملوش شيء ما تركبلوش طنجره باهي باهي ما تعملوش شيء 20 دينار باش يعمل طنجره باهي تنهير باهي قداش لازم وعلى فكره ما غلطوا لا لا صاحبي لاباس انت يمشي ياخذ كريدي من البنك يمشي ياخذ قرض يعمل ميني كريدي هذاك مش بدناش معناتها على قضيه نتاع الجمعه كي يقول لك انا قضيه نتاع الجمعه فيها الحم والحوت والخضره والغله نتاع الجمعه كامله والدجاجها باهي وغلتها وحوتها والحم قاش تكلف؟ تكلف له 600 700 الف اش تكلف له؟ يا مالي شنو؟ اش بيك؟ جمعه كامله اي جمعه كامله صح بغلتها بدنيتها تشوف في الغله انت كيلو خوخ ب 5,000 ها كيلو عوينه ب 5,000 اليوم المواطن مش من حقه زين طولته شويه غله شويه ولد بحر شويه من حقه اما ما يقدرش انا غالب من حقه ما يقدرش هو ماذا بيه اما ما يقدرش كما قال العين بصيره وليد قصيره صاحبي العين تغزر برشا باليديات المكتوب ما فماش المكتوب ينفض فهمت حابسه وتمركي تاعك والله حابسه وتمركي صاحبي بصراحه انت كل يوم قداش تصرف نحكيو على معناتها المصروف اليومي كل يوم قداش تصرف هذي مصروف كل مصروف يومي اللي مصروف يومي في الطنجره عاديه طنجره عاديه مع طريف غله ما واحد 40,000 هذا يحكي لي طنجره عاديه قلت 40,000 باهي ومعهم مصروف صغيراتك تاع قرايتهم مصروفك انت نحكي لك انا ما عنديش مصروف انا زايد كل ما عنديش لا دخان لا قهوه هم يحزنون فهمتني؟ ما عندي شيء الحمد لله الحشيش كلها مشيت من فضل ربي فهمتني؟ الحشيش معناتها الدخان ولا والقهوه ولا والتاي وهذا كله ما يلعبش فهمت حتى الجازوز مخصوص في الدار ليه؟ الجازوز اسقط ما ثم البنادم راه بالرغم انه بالحق المواطن توصل وصل معناتها الدرجه هذه ولا يوصل يحرم روحه معناتها برشا حاجات باش نجم يعيش يحرم روحه باش بيع باش يحرم روحه باش لا يقدر مرضى لا يقدر حاجه لا يقدر كرايه ضو وماء وكرايه وصاحبي خاصة يبدا كاري مسكين من باش يوصل يخدم هو ومرته ان شاء الله يخلطوا اش منها شهرين مش مشاريع واش هذوما مشاريع يتكلم فيهم يا صاحبي روترتي اقل ما سميك اللي ياخذ في الروتريت اقل من سميك 700,000 ياخذوا كما قال جلول نتاع وزير التربيه قال ياخذوا في 700,000 ياخذوا اقل من سميك هو سميك تو 400 واش 420 هاي تشوف فيها فيها شي 20 دينار ترى فيها شي حاجه ترى ها 20 دينار فيها هذا القفص هاد اللي فما والله لو كان من بشير عندنا يجينا ويرخصنا والله لنذوقوا الغله اي وربي على ما هي غاليه اما بشير هو كيرخصنا بشير مرخص لكم اي هو اللي متعنا الحق ولا بالحق ما نقول المتساكنين الكل الذين هون يجي يقضيوا عند بشير شويه غله اي بالحق بصراحه يا بيبي خلينا نحكي بصراحه شويه اليوم المواطن التونسي يقول لك انا نخزر بعيني نموت بقلبي ما عادش من حق نزين توتي شويه غله شويه ولد بحر مش تخزر انت تخزر ويجي ايجا خو ويجا خو هذاك هو هذاك هي وليدي اش باش نعمل صعبة اه مش صعبة مرارت الشهوة كي كنت تشتهيها باش تعملها توا ما عادش تفكر فيها الشهوة وانت تفكر في الشهوة تضمرار والحمد لله وكهو على شاي
ما يشخلت على شيء، قسمهم بلي حاجه ما يشخلت عليها العباد. قسمهم بالله. ما كنت شوف هذيك كلها كذا تاخذ كلها زوير. ما قال. صراحه اليوم المواطن التونسي زوالي، مازال كما قبل نذكروا معناتها تحلف عينيه الغله يعني زين تولتوا بالغله، زين تولتوا بولد البحر شويه لحم ولا ما عادش. 10000 تاع قبل انت طماطم بل فيها ب 200 فرانك. يا حي حاسك هذاك الوقت هذاك. ما شخط على شيء تو. قلت لي 10000 قبل، علاش فما 10000 قبل و10000 تو؟ باط. 10000 تاع تو شو تجيب؟ ها؟ 10000 تو شو تجيب؟ تركب طنجره باهيه بالحمد. تو حق عظم وحك ريس وتعرف ريس وتعرف حك طماطم تطيب على الجبال. هكا وفيت 10000. زين تو شويه غله وحنا نعرفوا سيف معناتها واحد يقول لك يهرب شويه للشيح الغله شويه قازوز. الغله تعدى تسلم عليه والله. هكذا باللي عطاك ربي. باش تعبي القفة باهي نتاع الجمعة كاملة، ركز معايا مليح. القفة هذه نعطيك قفة فارغة تو، باهي نقول لك عبي لي فيها الحوت واللحم والغلة والخضرة، باهي نتاع الجمعة كاملة، عائلة فيها ستة أفراد، قداش تكلف لك هذا؟ أقل حاجة حط فيها 200. أقل حاجة. أقل حاجة. نتاع الجمعة كاملة. أقل حاجة. بلحمها بحوتها بغلتها. أقل حاجة تاع 200000. واللي ياخذ فك المنحة تاع 180 واللي شريته 400 وشريته 300، إيش يعمل هذاك؟ يا خويا. هذاك يا ربي كل واحد شنو عادي للزوال كل واحد وصابر صاحبي يمنح منا حق عظم مقصد منا قرنين في البركاتين طماطم مش يعمل عجه يعمل كذا. يتحايل على الظروف على روحه ويتعبش يعيش. كيف اي واحد يتحايل على روحه حتى على دينار باش يمشي ياخذ بيه قهوه باش يمشي ياخذ بيه من هنا باش يحب يخلي منا. كي نقولوا سلطان الغله نقولوا الهندي. كيفاش؟ سلطان الغله ويبيع فيه سلطان البطاله. الله الله كيفاش هيك هذه مسرين؟ هاي هذا كل شيء دواء الا الابخر وقليل الاحياء ما هوش دواء. تسهر علينا هي هذايا سلعه دواء من عند ربي خالق والعباد ديما نشكو ونبكو. الحمد لله رئيسنا يرحم والديه نحى علينا برشا هموم. انا ولد منطقه واللي تزايد عليا هنا يقول لك ولد منطقه قبلي يجي يقابلني. نحكي تو على سلطان الغله، واحنا نعرفوا معناتها صرخه فزاع اليوم الفلاح الكل، ونعرفوا معناتها كالحشره القرموزيه اللي ضربت اليوم معناتها الهندي، ضرته بطريقه غير عاديه، وذاك علاش خلت سمو طلع برشا معناتها. اي ما فماش. ما فماش تو ريت حتى كاميونات ما عادش تدخل، تجي كاميون قبل ناخذوا فيه ب 15 ب 12 فهمت. تو ب 25 وب 30 صندوق هندي. صندوق هندي تو ب 25 وب 30. لكن باهي باهي وباش تتعامل معاه يخلي لك ب 23 ماكسيموم قداش باش تخدم. وتزيد يا الهندي يقول لك برشا بلايص تضرب. وتدخل كاميون تو انا خدمت. نهار قعدت خمسة أيام ما خدمتش واني رجعت اليوم خدمت وزيد استنى حتى تجي شي كاميون أخر. معانيت معاناة كبيرة بالطبع. هذا من عند ربي حكم من عند ربي ما نجموش نحكموا فيها. هذاك تو قبل استنى ب 2000 فرنك تو ولا ب 5000 استنى. والوكيل بني مشيك يولي يلتجي ياخذ السل هندي ب 5000 خير من كيلو عنب عنقود عنب ب 8000 فرنك. برا شوف تو العنب ب 8000 الكرموس ب 17. شكون باش يقدر عليهم؟ انت باش تاخو عندك اربعه ولا خمسه في العائله باش تاخو عنقود عنب تروح بيه تمدلهم كعبه كعبه عاد ما تاخذ السل هندي ولا تاخذ.